حياكم الله أحبتي المشاهدين. ازدياد أعداد الصيدليات أثر سلباً على رغبات المواطن اللي كان يتمنى بازدياد أعداد الصيدليات يكون هناك انخفاض بأسعار الأدوية لا ارتفاعها اللي أثقلت كاهل المواطن. فمشكلة الأدوية وتهريبها وتسعيرتها جميعها مشاكل يعاني منها أغلب المواطنين. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش موضوع الأدوية وتسعيرتها، وليش لا يكون هناك تسعيرة محددة للأدوية، وإذا كانت هناك تسعيرة محددة ليش لا يلتزم بها أصحاب الصيدليات، وأيضا ليش لا يكون عندنا صناعة دوائية محلية وتفعيل المصانع. تفاصيل كثيرة أكيد سنخوض بها، لكن قبل الخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. بغية تدعيم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة والاشتغال على المحاور التي تحتاج المزيد من الرعاية والاهتمام، نظمت وزارة الصحة ملتقاها الدوري مع وسائل الإعلام وأصحاب الاختصاص لتسليط الضوء على أهم الإنجازات المتحققة خلال عام كامل. مؤشرات هذا العمل من ناحية دولية تبدو مشابهة للتقييم المحلي، وتهدف الوزارة من خلال هذه الملتقيات الدورية إلى ترسيخ نهج عمل جديد وتعزيز التواصل مع المواطن من النافذة الصحية، باعتبار أن المؤسسات الصحية تتمتع بخصوصية الاتصال المباشر، وهذا ما جعلها أولوية حكومية. وتسعى الوزارة وبالتعاون مع المنظمات الدولية لتحسين جودة الخدمة الصحية بما يراعي الزيادة السكانية الحاصلة والتوسع في المنشآت ورقمنة نظام الرعاية الصحية في العراق، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. علي حبيب، الأيام الفضائية. مشاهدينا الأكرم، الآن نحن بموسم الشتاء، وموسم الشتاء نشوف أنه تكثر به الأمراض، تكثر به نزلات البرد، تحديداً بما يخص الأمراض المزمنة للأطفال اللي يعانون من مشاكل صحية أيضاً، جميعها أنه هي تبدي تظهر في موسم الشتاء. بالتالي نلاحظ هناك عيادات الطبية والمستشفيات والمراكز جميعها ممتلئة بالمرضى، وتحديداً الأطفال اللي يكونون هم حديثي الولادة، أو الأطفال اللي يكونون هم بموسم الدراسة والمدارس، هذه جميعها تكون بما يخص الأمراض وتفاقمها وتتفاقم بهذا الموسم. بالتالي أكيد من تروح أي دكتور أو أي مستشفى هتكون هناك أدوية يكتبها الدكتور، بالتالي راح تصرف هذه الأدوية من الصيدلية. من تروح للصيدلية تلاحظ أنه الأدوية أسعارها مبالغ بيها، من تجي تشوف أنه سعر الدواء يوصل أو القائمة الأدوية اللي يكتبها الطبيب تصل إلى 100-150 حسب حالة المرض، وإن كان هو طفل طبعا، يعني حتى وإن كان هو حديث ولادة ممكن قائمة الأدوية تصل إلى 75. هذه تفاصيل كثيرة يعاني منها المواطن العراقي، من تجي تسأل يابا ليش سعر الأدوية أو تسعيرتها تكون بهذا المبلغ وتكون عالية، والله يقول لك الحجة الآن اللي ظاهرة على الساحة أنه والله الدولار صاعد، وأنا الدولار صاعد فالبضاعة أنا أشتريها بالدولار مرتفع، بالتالي فتكون الأدوية تسعيرتها راح تختلف وراح تزيد. من تجي تقول له يابا هي الحكومة مسوية مبادرة اللي هي بما يخص انه التجار وغيرهم والاطباء والصيادلة يكون اكو يعني تصريفتها على التصريفة الرسمية، يعني عندما تشتري بضاعة معينة يقول لك والله هذه قوائم وتعال شوف القائمة واني كذا مبلغ مشتريها، وهذه التفاصيل وهذه الحجج. المواطن أغلبية المواطنين هم ما عندهم الإمكانية أن هم يروحون طبيب أو يروحون الصيدلية ويشترون الأدوية. هذه التسعيرات أثقلت كاهل المواطن بصورة لا توصف، تحديدا الأمراض المزمنة والأمراض الخطرة، يعني ما يقدر أنه هو أو ما عنده إمكانية كافية أنه هو يشتري الدواء بسعر عالي. بالتالي اكو مشكله ثانيه انه كل صيدليه تسعيرتها تختلف عن الاخرى، من تجي تقول يا بابا انا عندي نفس الدواء اشتريته من كذا صيدليه بكذا مبلغ يقول لك والله هذا الدواء مو اصلي، هذا ما بيه الفسفوره، ما بيه علامه، ما بيه تفاصيل كثيره، هذه الشركه تختلف عن هذه الشركه، هذه الشركه افضل من هذه الشركه، وتبدي المقارنات فيما بينهم، وهنا المواطن هو الضحيه. فمحتاجين ان تكون هناك رقابه حقيقيه على هذا الموضوع، محتاجين انه نقابه الصيدله تكون هناك لها دور فعال في محاسبه الاشخاص الذين يتلاعبون باسعار الادويه. فالسؤال هنا ليش لا يتم محاسبه اصحاب الصيدليات؟ اذا كانت هناك محاسبه حقيقيه
من المفترض أن تكون هناك عقوبة صارمة حتى نقدر نوقف هذا الموضوع عند حد. نشوف الجواب إحنا وياكم راجعين. بالنسبة إلى تسعيرة الأدوية، تسعيرة الأدوية تتم من قبل لجنة وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 70 المعدل، وهذه اللجنة يسمونها لجنة تسعير الأدوية، مقرها في وزارة الصحة، تمثل فيها نقابة الصيادلة بعضو واحد، وبقية الأعضاء من معمل أدوية سامراء عضو واحد، من الشركة العامة للأدوية عضو، واثنين يختارهم سيد وزير الصحة من كبار الأطباء والصيادلة، هي اللي تضع قواعد تسعير الأدوية. هنالك عمل مشترك بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة. التسعير ورم التم، وأي دواء يجي للعراق يفترض أن يفحص، بعد الفحص يرجع إلى وزارة الصحة يعني يتحدد السعر، وبعدين هذه المعلومات كلها تروح للعيادات الشعبية حتى تطبع عليها اللواصق. هذه اللواصق توزع للمكاتب العلمية اللي استوردت الدواء، ويفترض هذه المكاتب وملزمة بأن تلصق هذه اللواصق وتسلمها إلى المدخر، والمدخر يسلمها إلى الصيدلية. في حالة عدم وجود لاصق في الصيدلية ليس الصيدلي مسؤول، وإنما يفترض أن يكون المدخر لا يجهز بدون لاصق، كذلك المكتب اللي يجهز المداخل لازم يضع هذا اللاصق. فإذا وفق القانون المكتب العلمي أو المستورد هو الذي يجب أن يلصق سعر الدواء. اليوم أكثر من 50% من الأدوية هي مسعرة، وأكو تطبيق اسمه QR كود اللي هو كوديا، ممكن بالتليفون الواحد يخليه على الرمز اللي موجود على العلبة QR كود، ويطلع لهذا الدواء السعر مالته الفعلي، ولو هو أيضا سعر مسعر، وأيضا مفحوص هذا الدواء. فكل المعلومات عن الدواء تكون من خلال هذا السعر. مو كل الأدوية بالطبع سعره، لأن هذا البرنامج جديد يعني يبدي ويتقطع، وسبب التقطع وتأخر هذه التسعيرة لتغير سعر الدولار إلى أن ثبت الدولار. تذكرون كان يعني متذبذب، بعدين 1200، بعدين 1470، بعدين رجع إلى 1320. عدم ثبوت سعر الدولار هذا يؤدي إلى أنه المنظومة السعرية ستبقى متأرجحة. لو يثبتون هذا السعر بما نسميه الدولار الدوائي وتنتهي هذه الأزمة، وأعتقد هذا الحل بسيط. حاولنا بهذا الاتجاه مع حكومة السيد الكاظمي، وإلى حد الآن ما وضعه سوى أنه هذه التسعيرة اللي بدأت على المنصة 1320 أعتقد أو 1310 هي هذه اللي تسعيرة الدواء. أي دواء حتى المنتج عراقيا هي المواد الأولية مستوردة من الخارج، فلذلك يعني يبقى سعر الدواء متذبذب. إذن ازدياد أعداد الصيدليات شاهدناها انتشرت وزادت بالفترة الأخيرة، وشهد العراق قفزة كبيرة بهذه الصيدليات، وصل أعدادها تقريبا أكثر من 15,000 صيدلية، وهذا يدل على أنه البعض اعتبر أنه مهنة الصيدلة هي تجارة مربحة. وطبعا أكيد ازدياد أعداد الصيدليات كان بوسط ازدياد الخريجين من كليات الصيدلة، أو البعض يعني من خريجي كليات الصيدلة الأهلية تحديدا، فازدياد أعداد الخريجين أكيد راح ينم عن ازدياد أعداد الصيدليات، وهذا دليل على أنه البعض مثل ما ذكرنا حتى هو حول اختصاصه من مثلا هو مهندس أو هو يعني اختصاص معين أو قانون أو إلى آخره، حول إلى كليات الأهلية والكليات الصيدلة بسبب أنه هذا الموضوع أنه هو تجارة مربحة اعتبرت مهنة الصيدلة. وأيضا أكو نقطة جدا مهمة، إحنا نعرف هناك بعض طبعا أنه يكون يدور اتفاق بين الطبيب وبين الصيدلي، ويكون هناك يعني اتفاقية بما يخص أنه الوصفة الطبية تكون
يعني ضروري ضروري من الصيدلية اللي يشخصها واللي يحددها الطبيب، وما يعترف أغلب الأطباء ما يعترفون بأنه الوصفة الطبية تصرف من غير صيدلية غير اللي هو يحددها، أو يكون هو إلى علاقة ويا الصيدلي، فبالتالي يكون أكو اتفاق. هنا منو الضحية؟ الضحية أكيد هو المواطن اللي يقع بين الطرفين ويقول لك والله أنا ليش جابه من هذه الصيدلية، والله هذه دواها أصلي وأنا أعرفها وأنا كذا تفصيلة، يعني إحنا نعرف هذه الآلية والكل هو مر بيها، بالتالي إحنا محتاجين إنه يكون هناك أكو ضمير حي، أكو ضمير إنساني يرأف بحال المواطنين، لأن أغلبية المواطنين لا يمتلكون الإمكانية العالية اللي يقدر هو يعني يروح الطبيب. فبالتالي نشط شيء ثاني اللي هو هناك أصبح دخلاء على مهنة الصيدلة وهي المضمد. أغلبية يقول لك أنا ما عندي إمكانية أروح الطبيب لأن كشفية وتحاليل، وأكيد راح يكون هناك قائمة بالأدوية ولازم من كذا صيدلية، فيختصر الطريق وين يروح المضمد. المضمد باعتبار أنه هو راح يكون له يعني فكرة تختلف عن الأطباء، ماكو مثلا كشفية، ماكو كم هائل من الأدوية، راح يعطيك نوع معين من الأدوية ويقول لك يا بروح، ممكن يعطيك أدوية كبسول أو ممكن يعطيك أبار وتفاصيل كثيرة، لكن هل هذا المضمد هو قادر على أنه هو يحل مشكلة معينة أو مرض خطير؟ ممكن أنه تتفاقم الحالة بوجود الطبيب، وإحنا هناك أطباء يعني زينين موجودين، لكن محتاجين أنه إحنا نقضي على الأطباء اللي هم الجشعين أهل الصيدليات اللي يكونون هم هدفهم الربح، وإحنا نحاول أنه نختصر أو نحاول أنه إحنا نظهر الجانب الإنساني، لأن هناك الكثيرين والكثيرين هم عندهم جانب إنساني وضمير حي، لكن محتاجين أنه هذا الضمير هو يصحى لدى الكثيرين والكثيرين حتى نقدر أنه ننقذ أرواح المواطنين، لأن الأغلبية دي يلتجئ مثل ما ذكرت أنه إلى المضمد حتى يعالج نفسه، ممكن أنه هو يقع بمشكلة أكبر، لأن هذا المريض عدة يعني ممكن أمراض مزمنة، ممكن ضغط، ممكن دواء معين يأثر عليه، ممكن تزيد حالته وتتفاقم إلى الأسوأ، تفاصيل كثيرة. فمحتاجين تكون هناك محاسبة ومراقبة على أسعار الأدوية وعلى الصيدليات اللي تكون هي غير مرخصة. فإذا السؤال هنا، هل هناك محاسبة لأصحاب الصيدليات اللي تكون هي غير مرخصة، واللي شخص اللي يقوم بدور الصيدلي وهو ما عنده شهادة أو ما معترف بها أو إلى ما إلى آخره؟ فشوف الجواب إحنا وياكم راجعين. تعود أسباب ارتفاع أسعار الدواء في العراق بالدرجة الأساس إلى ارتفاع أسعار سعر الصرف الخاص به استيراد الدولار، استيراد الدواء من مناشئ غير رسمية، وهذا طبعا بالدرجة الأساس يرفع الأسعار كونها يتم استيراد الأدوية وفق سعر الصرف الموازي، طبعا هذا أحد الأسباب. أما الأسباب الأخرى هو عدم وجود صناعة دوائية في داخل العراق والاعتماد على الاستيرادات بدرجة كبيرة، هذا أيضا أحد الأسباب. ومن الأسباب الرئيسية أيضا هناك مع الأسف استغلال للمرضى من قبل الأطباء وأصحاب الصيدليات، بحيث يفرض نوع من الأدوية أو صيدلية معينة، وهذا طبعا يدفع صاحب الصيدلية نسب من الأرباح أو من أسعار الدواء تدفع إلى الطبيب، وهذا طبعا يشكل عبء وتكلفة مضافة على المريض. بالإضافة إلى ذلك هناك أطباء يعني لا يتقيدون بشرف المهنة ويفرضون نوع من الأدوية أو يكتبون نوع الأدوية ربما لا يحتاجها المريض بفرض من صيدلية معينة، وهذا طبعا يحتاج إلى رقابة من قبل الحكومة بالدرجة الأساس على وصفات الأدوية من قبل الأطباء، وكان أيضا مطالبات سابقة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن تكتب الوصفات بطباعة إلكترونية. طبعا جزء مهم جدا هو القيام بتشفير الوصفات الدوائية بخط معين لا يفهمه
إلا الصيدلاني المقصود، وبالتالي هذا يكون سبب من أسباب استغلال المريض. دعوة لحل هذا الإشكال أن تكون الوصفات تطبع بشكل إلكتروني بحيث يتم قراءتها من قبل أي صيدلاني دون عناء، بالإضافة إلى ذلك أنه تكون الأسعار خصوصا للأدوية تكون مسيطر عليها، وأيضا تباع وفق تسعيرات خصوصا الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وأيضا أدوية أمراض السرطان، هذا اللي يتحمل عبء كبير منها المواطن البسيط وأيضا المريض اللي يدفع فرق كبير في مستوى الأسعار. من الناحية الاقتصادية هذا إلى تأثير مباشر جدا على قوت المواطن وعلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير للأدوية. من الحلول المطروحة تنشيط الصناعة الدوائية وإعادتها من جديد، كانت سابقا الأدوية أيضا تغطي كل الحاجة المحلية، إذا كانت الأدوية تغطي الحاجة المحلية لا تكون هناك حاجة للاستيراد وفق جشع اليوم. أيضا مسألة تهرب الضريبي والجمركي من قبل مستوردي الأدوية، فيلجؤون إلى دخول الأدوية من مناشئ غير رسمية عن طريق منافذ إقليم كردستان، وهذا طبعا يرفع أسعار تلك الأدوية ويجعلها تكون حال حال السلع المهربة التي تدخل إلى العراق بشكل غير رسمي. طبعا استخدام التعرفة الجمركية الإلكترونية وضبط الحدود والسيطرة عليها سيكون أيضا من ضمن الحلول التي يتم طرحها لتلافي هذا الموضوع. طبعا ازدياد أعداد الصيدليات خلى موضوع ثاني يظهر على الساحة وازدهر بالفترة الأخيرة، وهو موضوع التداوي بالأعشاب. طبعا موضوع التداوي بالأعشاب هو موجود منذ القدم، وأهلنا وأجدادنا كانوا يعتمدون على موضوع الأعشاب، وأنه من شخص يعني يكون عنده نزلات برد أو يكون هو مريض أو يضيق بالتنفس، تفاصيل كثيرة. فالجدة والجد والأم يوصفون وصفات أعشاب معينة حتى يقضون على نوع المرض الموجود بالشخص نفسه. فهذا الموضوع حقيقة حسب ما يوصفه الأطباء، ويقولون إنه هذا الموضوع هو خطر إذا أخذ بكميات عالية وبجرعات عالية. إذا استمرنا على الأعشاب بصورة مستمرة واعتمدنا اعتماد كلي على الأعشاب راح يأثر سلبا على المواطن، لأن ممكن هناك أعشاب يجب أن تكون هي عن دراسة وعن دراية، والشخص اللي يوصفها يكون عنده علم إنه هل هذا يوالم أو يناسب هذا الشخص. ممكن هذا الشخص عنده ضغط، عنده سكر، عنده ضيق تنفس، عنده أمراض مزمنة، عنده رب، يعني هاي تفاصيل كثيرة يجب أن ننتبه إليها، لأن كثير من الأعشاب ممكن أنه هي بدل ما تنفعنا تضرنا، وهذا الشيء موجود أنه أي أعشاب أو حتى الدواء ممكن أنه هو إذا نأخذ بطريقة خاطئة ممكن هو راح يأثر سلبا بدل ما يكون هو إيجابي، راح يكون سلبي على الشخص نفسه. فهذا الموضوع شاهدناه أنه هو ازدهر بالفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وأنه إحنا من يعني تجي تقول له يابا ليش دا تروح للأعشاب، ليش دا تأخذ كذا عشبة أو كذا نبات، يقول لك والله معود الصيدليات غالية وأنا ما عندي والدواء غالي وإمكانية ما عندي، وتعال روح طبيب وتعال روح صيدلي، أنا رحنا بالأعشاب لا كذا وكذا عندي، هذا خوش هذه خوش عشبة أو هذا خوش خطة أعشاب معينة، يقول لك والله هاي كل الزينة نقدر إحنا نعتمد عليها اعتماد. هو طب الأعشاب موجود وطب الأعشاب منذ الزمن منذ القدم يعني موجود هذا الشيء، لكن يجب أن يؤخذ من أشخاص مرخصين وأشخاص حقيقيين وأشخاص معتمدين، وأن تكون هي هذه الفكرة مأخوذة عن علم ودراسة، لأن الأعشاب أيضا هو طب وفهم وعلم يحتاج له. بالتالي ما نقدر أنه أنا والله جتي ببيتي أو جتي أم يا منك مريض تقومي فوري لي يانسون تقومي يسوي له ورد ماء، وهاي التفاصيل وهاي مال أجدادنا العبارات والكلمات اللي فعلا هي تكون حلوه. بالتالي نفس الوقت انه ممكن هي تكون مضره وتحديدا لحديث الولاده، يعني انا هذه نصيحه اوجهها لكل الامهات وتحديدا امهات الجدد، اغلبيه ما يعتمدن على الاعشاب وما يقبلن طبعا الامهات الجدد، لكن الاغلبيه واكو امهات لا يعتمدون بصوره كبيره. بالتالي
فانه هذا الطفل حديث الولاده هذا جدا مو صحي له انه هو يتناول بعمر اقل الشهر او الشهرين انه يتناول اعشابه او يتناول يانسون او ورد ماوي او هذا يعني القند وغيرها من التفاصيل. فمحتاجين تكون هناك مراقبة ومحاسبة على أصحاب الصيدليات اللي جشعين اللي هم هدفهم الربح من أجل أنه حتى ما تنشر تجارات غير محببة وغير صحية مثل المضمد ومثل أبو الأعشاب ومثل الشخص اللي الوصفات اللي تتناقل أيضا بين العوائل. يعني أكو نقطة جدا مهمة أنه أنا مثلا قرايب يعاني من مرض معين وأنا نفس الشيء أنا يابا رحت الطبيب ليش تروح الوصفة روح جيب عليها الأدوية وخلاص ينتهي الموضوع. هذه نقطة جدا مهمة إنه إحنا ننتبه عليها إنه أنا صح مثل يعني أنا عندي نزلات برد وأنت عندك نزلات برد لكن ممكن الحالة تختلف ممكن الوضعية تختلف. بالتالي محتاجين نكون هناك أطباء وتشخيص صحيح بالتالي أدوية صحيحة بالتالي حتى نحافظ على صحتنا لأن هذه الصحة هي كنز ولازم نحافظ عليها. أهم شيء الصحة يا جماعة لأهم شيء يعني تكون صحة الإنسان هي بالدنيا. بالتالي محتاجين إنه للنقابة ولوزارة الصحة يكون لها دور فعال. هناك طبعاً دورات تفتيشية وكبيرة مشهودات وزارة الصحة بالفترة الأخيرة لكن محتاجين تكون هناك عقوبة صارمة وتكون هناك دورات تفتيش مكثفة على أصحاب المداخل وعلى أصحاب الصيدليات اللي يتلاعبون بالأسعار على هواهم وبالتالي على المداخل اللي تمتلك أدوية تكون هي غير صالحة أو تكون فترة يعني انتهاء قريبة حتى نتخلص من هذه النقطة لأن هناك الكثير والكثيرين يستغلون فترة انتهاء أو قرب انتهاء الأدوية ويبيعوها على المواطنين والمواطن يقول لك أكو أغلبية أنه ما ينتبهون على تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء. هذه نقطة جدا مهمة حتى نحافظ على حياة المواطن. فالسؤال هنا هل هناك فعلا محاسبة حقيقية لأصحاب الصيدليات الغير مرخصة؟ هل هناك دورات تفتيشية مستمرة؟ فنشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. بالنسبة للمحلات الوهمية ما نقول إحنا الصيدليات ما نقول صيدلية معناتها هي مجازة ومرخصة لكن المحلات الوهمية لبيع الأدوية عادة نقابة الصيادلة تتعاون مع الجريمة المنظمة وأي محل من هذه المحلات يتم التعرف عليه سواء من قبل الجريمة المنظمة يخبرون به أو من قبل فرقنا التفتيشية اللي تطلع على تفتيش الصيدليات المجازة في طريقها أي محل من هذه المحلات نأخذ الجي بي اس وأقرب نقطة دالة ونسوي به كتاب للجريمة المنظمة وبعد ذلك ممكن أن نطلع بقلعة مشتركة بين الجريمة المنظمة وبين نقابة الصيادلة ويتم إلقاء القبض على المنتحلين الشخصية الصيدلية. بالقانون عقوبة أي شخص ينتحل صفة صيدلي سجن 3 سنوات وحقيقة في بغداد بحدود 220 تقريبا محل وهمي إلى حد الوقت الحاضر خلال سنة. في الأنبار كانت أيضا أكثر من 500 محل وهمي تقريبا قضى عليها في هذه الدورات التفتيشية. يعني الشخص اللي بهذه الصيدليات إضافة إلى انتحاله لصفة صيدلي أيضا بنفس الوقت هو يبيع أدوية ما مرخص في بيعها وهذه أيضا تضاعف عليه الجريمة في هذا الاتجاه. طبعا الحكومة ووزارة الصحة شاهدناها بالفترة الأخيرة أنه هي لها دور فعال بما يخص الملف الصحي. شاهدنا هناك افتتاح مستشفيات جديدة تطوير مستشفيات قديمة متهالكة شاهدنا أنه هي حاولوا أنه يجهزوها بالأجهزة والمستلزمات الطبية ويحاولون أنه هم يحدثوها وتفاصيل كثيرة. فهذا الشيء شاهدناه بالفترة الأخيرة وكانت هناك يعني فترات بعيدة وحكومات متعاقبة ما كان لها دور فعال بصورة كبيرة بما يخص الملف الصحي وكنا نعاني منه وكنا كان لنا حلقات سابقة بموضوع المستشفيات ونسعى لتطويرها وتجهيزها بالأجهزة لكن بالفترة الأخيرة نوعا ما شهدنا هذا التغيير. والحكومة والسيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ذكر في وقت سابق أنه الحكومة وضعت الملف الصحي في أولويات المنهاج الحكومي لا سيما بما يخص الأدوية وتنظيم الأدوية وتنظيم الاستيراد العشوائي حتى يحققون أمن دوائي متكامل.
بالتالي ايضا ذكر انه موضوع استيراد الادويه، العراق ده يستورد ادويه اكثر من 3 مليارات دولار سنويا، ويعني هذا ما يخص انه هذا المبلغ جدا كبير، محتاجين انه يتشذب هذا الموضوع وتكون هناك عمليه منظمه وتكون هناك اليه معتمده جديده بما يخص انه احنا نفعل مصانع العراق. طبعا العراق يمتلك مصانع كبيره بما يخص الادويه، و دواء العراق هو مشهود له، وتحديدا العلاج او الدواء من سامراء، يعني هاي اهلنا ولحد الان يتذكرون. واثناء اعدادي الحلقه وسؤالي للكثير والكثيرين يقول لك والله شو دواء العراق احسن، هسه الدواء تشربه ما الى اي فائده وما الى اي مفعول، ويقول لك الا الاصلي، والاصلي بكذا مبلغ واحنا ما عندنا، وتفاصيل كثيره، لكن يقول لك والله دواء سامراء كان من حبايه واحده انه انت تصير زين. يعني هذا الموضوع إلى يعني أفكار جيدة وأمور جيدة بأذهان العراقيين. بالتالي لو تم تفعيل هذه المصانع، أغلب المصانع طبعا تعرضت للتدمير والنهب وغيرها من التفاصيل بسبب ظل يعني في ظل الحروب اللي مر بها العراق، وتحديدا آخر فترة اللي بما يخص داعش وغيرها، يعني هذا أثر سلبا أكيد على المصانع. بالتالي محتاجين إنه يكون لها تنظيم، إعادة تنظيم وإعادة هيكلة، محتاجين تفعيل هذه المصانع حتى نساعد على الانتاج المحلي وننتج محليا الأدوية، ونقلل من موضوع الاستيراد وهذا المبالغ اللي تصرف على مصانعنا، وبالتالي حتى نفعل هذه الآلية. وأكيد هذا الدواء راح يكون بأسعار أنسب للمواطن وجودته تكون أعلى. بالتالي محتاجين ايضا انه تكون هناك دور لوزارة الصحة بما يخص هذا الموضوع، مثل ما كان لها دور فعال ومشهود بما يخص المستشفيات، محتاجين ايضا دورها يكون فعال وموجود بما يخص المصانع، لان فعلا لو تم تفعيل المصانع راح يحقق 50 او اكثر من 50% بما يخص المنتج المحلي، وراح يحاول انه يعزز مكانة المنتج المحلي، واحنا محتاجين انه نفعل هذا الموضوع، وايضا يكون لها دور فعال، ومحتاجين ان نفعل موضوع ايضا القطاع الخاص مع العام ونشركه، وتكون هناك وقفة حقيقية جادة من اجل انه صحة المواطن، ومن اجل انه احنا نقضي على الجشعين والصيدليات اللي تكون هي وهمية وغير مرخصة، واللي تتلاعب باسعار الادوية، واللي تكون هي ما لها اي اهتمام بحالة المريض، تحديدا بما يخص العوائل المتعففة، العوائل الفقيرة اللي ما لها اي امكانية انه هي تشتري العلاج، ممكن انه هي تظل ببيتها وتقول لك والله انا ظل ببيت ولا اروح اضرب بفلوس كذا مبلغ واني محتاجة، ممكن هي عندها ايجار، ممكن عندها التزامات مولدة، انترنت، تفاصيل كثيرة، واشخاص اخر مريضين، يعني هذه الامور كلها امور معقدة، فمحتاجين انه يكون لها المصانع لها دور فعال، نحاول ننهض بمصانعنا وتكون لنا، ودواء العراق يكون لها دور فعال وموجود، حتى نقدر انه احنا نسيطر على الوضع ونقضي على كل شخص يحاول يمتهن مهنة الطب او الصيدلة ويعتبرها هي عبارة عن تجارة فقط وتجارة مربحة دون اي ضمير يحي انه هو حتى يساعد المواطن. فالسؤال هنا، ما هي اجراءات الحكومة ووزارة الصحة بما يخص الصناعات الدوائية؟ لان محتاجين فعلا نفعلها. نشوف الجواب احنا وياكم وراجعين. اولويات البرنامج الحكومي دعم وتطوير الصناعة المحلية بشكل عام وصناعة الدوائية بشكل خاص، وكانت هناك حزمة من القرارات والتنظيمات وتسهيل الإجراءات التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء بعد اقتراحها من قبل وزارة الصحة، ساهمت في تطوير الصناعة الدوائية وزاد الإنتاج بنسبة 40%. حاليا أكثر من 200 فقرة علاجية تصنع محليا بقدرات عراقية، وقسم منها علاجات لحالات سرطانية، أيضا عشرات طلبات لإنشاء مصانع جديدة، وتم افتتاح على الأقل 4 مصانع جديدة. تعلمون أن دعم الصناعة المحلية أولا توفير العملة الصعبة، ويكون دعم لليد العاملة المحلية، وكذلك التجهيز والتصنيع يكون أسرع وبدون تعقيدات الاستيراد والجمارك وغيرها من تعقيدات سلاسل التوريد. إذا مشاهدينا الأكارم، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز ببعض النقاط المهمة التي توصلنا لها في نهاية حلقتنا. هي أولا على الحكومة أن تعمل جاهدة على توفير الأمن الدوائي، وبالتالي التشجيع على الصناعة الدوائية العراقية،
وثانيا على وزارة الصحة ونقابة الصيادلة أيضا يقومون بحملات تفتيش تكون هي دورية ومستمرة على أصحاب الصيدليات اللي تكون هي غير مرخصة أو على أي شخص يقوم بدورة صيدلي أو يعطي أدوية على هواه وعلى مزاجه، وأيضا إتلاف كل الأدوية اللي تكون هي منتهية الصلاحية أو قريب انتهاء صلاحيتها حتى نحافظ على صحة المواطن. وثالثا وأخيرا أيضا يجب محاسبة أصحاب الصيدليات اللي يتلاعبون بأسعار الأدوية وتحديد تسعيرة معينة حتى يقدر المواطن إنه هو يعني تكون الدواء متوفر بأيدي الجميع، حتى ما نقدر إنه إحنا نجبرهم إنه يروحون على أماكن هي تكون غير مرخصة حتى يشترون الدواء. إذا أحبتي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع آخر. إلى اللقاء.